السلام عليكم وصباح الخير يا حبايب. قبل فترة ناس كثير من كم شهر بيسألوني عن بعثات الطيران في اليوتيوب على سناب وانستغرام في كل مكان. فبعثة الطيران فتحت لها 7 أيام وللأسف ما صار فيه إعلان وأنا ما شفت ولا عرفت إلا دوبي من أول اللي جالس أدور عليها. فالحقوا قدموا. أنا صراحة ما قريت معلومات كثير لانه والله جدا مشغول، فحط لكم اللينك انتوا ادخلوا وقدموا في اسرع وقت قبل لا يكفل التقديم، غالبا كم يوم وراح يكفل، وهو في العاده يجلس اسبوعين ويقفل. فيدوب تلحقوا تقدموا على بعثات الطيران. ما اعرف متى تقفل صراحه، دورت ما لقيت تاريخ. الحق قبل لا يكفل التقديم. الله يوفقكم جميعا ان شاء الله ويسر كل اموركم في امان الله. يا شباب يا حبايب، انا جدا مضغوط، ما اعرف هذه الرساله حقت الخريجين اللي معاهم رخص يأهلوهم للتدريب على الايرباص، ولا لخريجين الثانوي اللي شغلوهم على اللي دربوهم بتاعتهم لدراسه الطيران. ما اعرف، ما قريت، ما عندي وقت، ماني قادر، ولكن حاب انكم انتوا تستفيدوا. لو كانت للبعثه الطيران كويس ممتاز، فادخلوا على الرابط. انا والله ماني قادر، ما عندي وقت، شوف بنام الساعة 7 وبصحى 9 اخرج اروح الدوام. فادخلوا اقروا شي شروط، اذا كانت لحقون الثانوية يا ريت يفيدوني، اذا كانت لحقون اللي معاهم رخص الخريجين الوظائف يا ريت يفيدوني وتقولوا لي على الخاص عشان اكون عارف. شكرا لكم والله يوفقكم جميعا.